هل كان هناك عمالقة عاشوا على الأرض منذ آلاف السنين؟ ما هي حقيقة الأقوام الذين اصطفاهم الله بالخلق العظيم في كتابه؟ هل الهياكل العظمية التي اكتشفت في الجزيرة العربية ومناطق من أمريكا الجنوبية، هل هي حقيقة أم خيال؟ الذي دفع معهد سميثسونيال لتدمير الآلاف من الهياكل الضخمة دفعة واحدة؟ هل نحن نعيش في عالم مزيف، أم أن علم الآثار ما هو إلا وهم على سطور؟ لفهم هذه القضية جيداً، لابد من الرجوع إلى التاريخ الأول من البشرية، وصولاً للعصر الحديث بكافة النظريات والأحداث، وربطها بالحقائق المؤكدة التي ستظهر لنا الجواب القاطع عن القصة المنسية، قصة العمالقة والجبارين، وحقيقة الأقوام الذين عاشوا على الأرض وبطشوا فيها. في كافة الحضارات وبجميع الثقافات، بما فيها بابل ومصر وسبأ اليمانية وأرض بلاد الشام، وصولا لشعوب ما وراء البحار، كلهم ذكروا أقواما من العمالقة عاشوا قديما كأسلاف لهم. ففي ظل التكذيب الكبير الذي يحاول العالم الحديث اليوم نشره بين العقول، إلا أن البعض ينظر إلى هذه القصص، وخصوصا بعد اكتشاف الآثار الضخمة، على أنها حقيقة راسخة لا يمكن إنكارها على الإطلاق. وللتأكد من هذه الحقيقة، سنبدأ رحلتنا بالنظر إلى الكتب السماوية، سواء في كتب اليهود والنصارى أو في كتاب الله المحفوظ القرآن الكريم. فقد أشار الله في كتابه العزيز إلى قوم عاد وثمود بذكر قوتهم وجبروتهم، كما أشار أيضا إلى الجبارين الذين سكنوا الأرض المقدسة في فلسطين. كما ذكر في كتب اليهود والنصارى قصص كثيرة عن العمالقة أو الجبارين. ففي واحدة من أشهر قصص العهد القديم نرى داود عليه السلام وهو ينتصر على العملاق جالوت الذي كان طوله بين المترين وثلاثة أمتار. وقد ذكرت هذه القصة أيضا في سورة البقرة، وذكرت كتبهم العديد من القصص حول العمالقة، وأشارت إلى آدم عليه السلام أنه ذو طول كبير. وفي الإسلام نجد حديثا صحيحا ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم بطول 60 ذراعا، وأن كل من يدخل الجنة يدخلها على صورة آدم وطوله 60 ذراعا. وأشار الله في القرآن الكريم وتحديدا في الآية السابعة في سورة الحاقة إلى هلاك قوم عاد، على أنهم كانوا مثل أعجاز النخل الخاوية، كتشبيه صريح لأطوالهم الضخمة. فقال تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وذكرهم الله أيضا في سورة الفجر الآية 7 و8 عندما أشار إلى مدينة إيرم التي سكنها بشر عظيمون لم يخلق مثلها من قبل، وهم قوم عاد، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. قال المفسرون: أي لم يخلق مثلها في البطش والعظم والأيدي. وقال الله تعالى وهو يذكر قصة موسى مع بني إسرائيل في الأرض المقدسة، فقال: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وقد ذكر المفسرون فيها أقوالا وروايات عديدة أجمعت على أنهم كانوا ضخام الجسم شديدي القوة والبطش.
ولكن النقطة الهامة التي يجب الإشارة إليها إلى أنه لم يكن جميع البشر من العهد القديم في الأرض من العمالقة، بل فئة منهم فقط. فقد خلق الله هذه الأقوام بأحجام ضخمة كآية من آياته في البشر، أي في حالات خاصة وليست عامة، ودليل ذلك الآثار القديمة لمعظم الحضارات والشعوب. فلا يبدو الفارق بيننا وبينهم اليوم كبيرا جدا. وكمثال على ذلك أثر قدم إبراهيم عليه السلام في مقام إبراهيم عند الكعبة. وأيضا نجد في آثار مصر أبوابا ضخمة وبجانبها بوابات لأشخاص بنفس أحجامنا. فهل كان المصريون القدماء من العمالقة أم أن هذه الأرض كانت امتدادا لأراضي عاد الأولى؟ بعد أن تبينا أن العمالقة حقيقة تاريخية مؤكدة في الكتب السماوية وقصص الحضارات الغابرة، وبينا لكم أنهم فئة خاصة وليست عامة، يجب علينا أن نبحث في حقيقتهم أكثر. وللبداية في تاريخهم لابد أن نبدأ في عهد عاد الأولى. فنحن نسمع عنهم الكثير، ولكننا نجهل تفاصيلا هامة عن عظم خلقهم وحجمهم وقوتهم الكبيرة التي منحهم الله إياها بسبب ضخامة أجسادهم وقوة أبدانهم. فقد اكتشف الباحثون آثارا لهم في مصر والسعودية وبعض الأماكن الأخرى، وفوجئوا بأن هناك أناس بهذا الحجم كانوا موجودون على الأرض في الأزمان السابقة. قال ابن كثير فيهم: كانوا عربا يسكنون الأحقاف بأرض مطلة على البحر، فهم من العرب البادئة. وسبب تسميتهم بهذا الاسم يرجع لكونهم أول قبيلة تكونت على الأرض بعد الطوفان العظيم. كان لقوم عاد صفات خاصة، إذ كانوا يمتازون بالطول الشاهق والبنية الجسمانية القوية وضخامة الهيئة، وكانوا يعيشون في منطقة تسمى الربع الخالي. أرسل الله لهم نبيه هود عليه السلام لدعوتهم لعبادة الله الواحد، لكن قوم عاد حملوا صفات من أكثر ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فكانوا يتباهون بقوتهم وجبروتهم وأن لا أحد مثلهم، ويعيشون حياتهم على البطش والظلم، فهم قساة القلوب شديدي الانتقام، لا يقدر أحد من الصمود أمامهم. وكانوا من شدة فخرهم بأنفسهم يصنعون بنيانا عظيما أو تمثالا شاهقا يضعونه على منزل كل واحد منهم، تباهيا وتفاخرا بأنهم من قوم عاد. وقد جاء من أخبارهم وأوصافهم في القرآن الكريم ما يدل على قوتهم وشدتهم، فمن ذلك قول الله تعالى: ففي هذه الآيات دليل واف على قوة وعظمة البنيان الذي خلقهم الله عليه. فقبل آلاف السنين كانت أرضهم خضراء، شيدوا عليها قصورا وحصونا وبنوا مصانع ضخمة، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا عمالقة فقط، بل أصحاب حضارة وتقدم. كان سعيهم للخلود في الدنيا وعبادة الأصنام من دون الله، فأرسل الله عليهم الريح العقيم فأخذت أجسادهم في السماء عاليا وألقتها بقوة على الأرض، فكسرت أعناقهم وضربت جموعهم حتى أصبحوا كأعجاز من النخل الخاوية. وقد دلت الآثار الباقية لمدنهم عليهم، إذ كانت بأبواب ضخمة تتيح لهم الدخول إلى منازلهم. ولو نظرنا إلى أعلى برج في العالم اليوم سنجد أن بابه لا يتجاوز ارتفاعا 3 أمتار، أي بما يتناسب مع طول البشر اليوم.